طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول تقرير لمجلة ناشيونال انترست الأمريكية، حيث جاء فيه بأن الفساد الحكومي في العراق بات يخنق البلاد ماليا على جميع الأصعدة. وأوضحت المجلة في تقريرها بأن البيئة المصرفية السيئة أحد الأسباب الرئيسية وراء تصنيف البنك الدولي للعراق في مرتبة متأخرة من حيث سهولة الحصول على الائتمان في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020، وهو ما أدى بدوره إلى هروب جماعي لرؤوس الأموال من البلاد. وأضافت مجلة ناشيونال انترست بأنه في الوقت الذي ينتقل فيه السياسيون بطائرات خاصة، فإن رواتب الأطباء والمعلمين وباقي الموظفين ما زالت متأخرة منذ شهور، وهو نتاج الفساد وهروب رؤوس الأموال من البلاد منذ عام 2003 ولغاية اليوم. لجنة مراقبة الأداء الحكومي اتهمت وزارة المالية كذلك بالتخبط والإخفاق في إدارة الملف المالي في العراق، وتحدث عضو اللجنة حازم الخالدي وقال بأن هناك خللا في جداول الموازنة، وبأن استثناء وزارات من خانة النفقات السيادية فيه فائدة لأطراف وجهات معينة، فيما ألمح إلى خطورة عزل النفقات الداخلية عن النفقات السيادية في الموازنة. وزير التخطيط في حكومة مصطفى الكاظمي خالد بتال قال بأن العراق كان على حافة الانهيار الاقتصادي في شهر آب الماضي. وأضاف الوزير بأن العراق بلد متوسط الغنى والنفط بلا قيمة بدون استثماره، وبأن الصناعة في العراق مقيدة، كما أن الدولة لا تملك القدرات لإنجاز أي إصلاحات نحو تحرير المؤسسات الصناعية. أشار إلى وجود مليون عامل أجنبي في العراق بصورة غير نظامية، وأكد بتال بأنه لا توجد تفاصيل دقيقة عن عدد موظفي الدولة، وبين بأن عدد من سماهم بالموظفين الفضائيين في الدولة ليس بالقليل. طبعا هذا موضوع مليون عامل أجنبي في العراق أو موظف أجنبي في العراق بصورة غير نظامية، لعد اللي بالصورة النظامية شقد أعدادهم، أكيد أعداد كبيرة، بينما ابن البلد ابن العراق الخريج المتخصص لا يجد فرصة عمل أو وظيفة في دوائر الحكومة. إذا نتحدث عن موضوع تهريب العملة الصعبة خارج العراق، في العام 2019 فقط في تقرير جاء فيه بأن البنك المركزي العراقي باع 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي، نافذة بيع العملات مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد وتثبيت سعر الدينار كما جاء في التقرير، ومنع التضخم بحسب بيانات البنك. لكن وكما قال متخصصون اقتصاديون عراقيون، فإن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار، منها 6 مليارات اشترى بها العراقيون سلعا من إيران، 6 مليارات في العام 2019 سلع فقط تم استيرادها من إيران. هذا يأتي في خانة تهريب العملة الصعبة. حذر خبراء عراقيون من أن تسرب العملة إلى خارج العراق هو بسبب فساد مزاد العملة في البلاد، وبحسب تقارير مختصة فإن هناك فعليا فارقا بحدود 30 مليار دولار بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة إلى العراق، مما يدل على أن مزاد العملة لا يقوم بواجبه الصحيح لتوفير أموال لغرض الاستيراد. معنا اتصال، في اتصال، محمود من الموصل، تفضل محمود. محمود تسمعني؟ محمود؟ نعم تفضل عيني محمود. الله يسعدك، اهلا وسهلا بك، يا هلا بك. شلونك؟ الله يسلمك ويخليك ويحفظك. شلون تشوف موضوع تهريب العملة الى خارج العراق
في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعني تجتاح العراق؟ من المتسبب بتهريب العملة، العملة الصعبة يعني الدولار؟ الميليشيا يعني يهربونها للإيرانيين، كلها قاعد يوزعونهم ينطونهم رواتب. نعم، كلهم قاعد ينطونهم رواتب ولحظهم تهد عيال، كل واحد مات وانت العراقية هذا ضفوله واخذوه من نفط العراقي اللي هو ربع، هاي قاعد تعبر لإيران. نعم، هاي وحدة. عندك الأخرى، اليوم البرلمان يصوت لجنة على جرف الصخر، ترى ندري. نعم، اليوم قاموا يوزعون السجناء الميليشيات، تقولون كل شيء ما أكل على شلون جنسوا العراقيين بحرب الإيرانية الحقيقية، يريد يجنسون ولد هذول المقروضين. اليوم ودي ما سووا شيء، ما سووا، سووا ربع 18 سنة اجروا من البحر النفط على الانجبو، بل ما خلوا طاقة ما مدودهم بيها. كل هالإيران وكل هالبعد بالخارج إيماني، والله حد خميني ياخذ ثلاث رواتب، والله ياخذ خميني والله ثلاث رواتب من العراق، والله اربع رواتب، المهندس خمس رواتب، كل حيلة كل بذل. والبارحة العراقيات على الشوارع بالليل يدور الفطور، خلنا البارحة تقول انا ما اعرف شلون تقطع البرنامج من عندنا. كل هالايران هذه بس او السعودية تشوفون هذول المرودين، ما ظلتهم لا امم المتحدة ولا امريكا جابت عدت خنم بهم وخلتها وحكم الله لا حد. نعم محمود، أنا أشكرك محمود من الموصل. كان معنا أحمد من ديالة، تفضل أحمد. أحمد من ديالة تسمعني؟ أحمد، يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع أحمد من ديالة. طبعا مجلس القضاء الأعلى كشف العام الماضي عن وجود مخالفات من قبل بعض المصارف، وأكد بأن التحقيق أثبت وجود عمليات مخالفة للقانون، وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن التحقيق وصل إلى وجود عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة إلى خارج العراق. في بداية شهر نيسان الحالي قدرت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 تريليون دينار، أي 239 مليار و700 مليون دولار، وهو رقم يفوق موازنة العراق لأكثر من عامين. عضو اللجنة طه الدفاعي قال بأن المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر إيصالات وهمية، وكثير من العمولات دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسؤولين. وفي وقت سابق من العام الماضي قدر عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقا الرحيم الدراجي قيمة الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار. معنا اتصال أحمد بن ديالة، يعاود الاتصال. تفضل أحمد. ألو. تفضل أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. بارك الله بكم. حياك الله. الله يسلمك. ما مقصرين أبد. يعني تكشفون حقائق يعني مخفية على الشعب العراقي. أحمد شلون تشوف موضوع تهريب العملة إلى خارج العراق؟ هاي شيء، هذا شيء ما مختلفين عليه. هو من بريمر 2003 حل الجيش العراقي. هذا باقي 3/4 الخزين بريمر هاي بوقت الاحتلال. نعم معني؟ أسمع. إيه باقي تقريبا اي سبع الخزينة الدول العراق هاي يعني، يعني كارثة، هاي مصيبة هاي. وزائدا اضيف لك مال ربحة كل بيت خمس رواتب ستة، وناس فقرة ما عدها، بس نقول الحمد لله وشكر الله حسن الله ونعم لك. نعم، أنا أشكرك أحمد بن ديالة. كان معنا أم فاطمة من كركوك.
تفضلي ام فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك؟ يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك، تفضلي. بالنسبه للوضع الوضع اللي في العراق، نعم احنا تدمرنا يعني دمار مو طبيعي. نعم. اول شيء السلف اللي اخذناها ودمرنا بيها وتفرطنا بيها، اذا هي زين المستشفيات انا رحت سويت زين هنا ما قبلوا يسووا لي اياها، سويت عمليه بالهند قاعدين بعيش بيت وسويتها بثلاث دقائق زين، وهذا ايجار متورطه بالايجار يعني هسه حاير الايجار يعني بعيد بيتي وقعدت يعني هسه لا بيت لا راتب لا ابد من كلها من كلها يعني والله زين. المواد الغذائيه كذا كذا ما بي المولد تعودون عليه الايجار غالب نجيبها منا والله العظيم وردها منا زين. نعم يعني والله والله وضعنا الدهور والله العظيم كنا نستحي يعني من العالم وين كنا احنا وهسه صرنا وعلادي اكيد لا ابد دهور تحوها لنا قشمرونا بهالسلف لو يسوي العمليه قالوا شويه صعبه والاجهزه اللي عندنا ما مو اخذتها بالهند جيت هنا لا بيت بعد ما ادفعي يعني بالايجار يعني ذاك الشهر على مود 25000 دينار نقص به الفلوس والله استاذ ما اعرف شلون نحكي من يساعد اللي انا من يشوف شوف وضعنا لا لا هو انا يعني هذا حال العراقيات هذا حال العراق والله استاذ تعبنا والله العظيم استاذ تعال لما ناشد اكو واحد شريف يقول انت اخوات اخوات احنا ادعيناك ابي شري ادعيناك شو تريدين؟ شو تريدين؟ هسه لو بشرون هيك تفتحون عيوننا بسله غذائيه يلا من كلها والله تعبنا والله. انت موظفه ام فاطمه؟ لا ولا بس زوجي عسكري واخذنا شو اسمه بعت السلفة على راتبه زين ورحت سويتها بالهند يقول راتب كان 416000 طيب. نعم زين الله يعني بقيت لا بيت لا ابد لا هاي لا وضعيتها تعبانه والله نستحمل على اليوم والايجار يقول فوت طلعوا يعني والله العظيم والله عن قريب يسويها نروح لمن الناشد وين نخلي واحد يقول شريف يقول اختي ليش روح انا ادعيناك شقق ناس قد بنوا شقق سكنيه الناس بيناتهم ياخذوها ويخلونا احنا الفقراء الله يعينك والله يفرج عنك وعن جميع العراقيين يا رب. أم فاطمة من كركوك كانت معنا. طبعا يشهد العراق عجزا ماليا بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي أي 43 مليار و900 مليون دولار أي 38.6% من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار، وبعد ذلك تم تخفيضها إلى 88 مليار دولار. ذكر الدفاعي بأن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة كما قال عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات. أضاف بأن الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون دينار 685 مليار دولار، تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية. هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود. تابع لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز هذه الأعمال. طبعا
طبعا مجلس الخبراء العراقي أعلن بأن حكومة الكاظمي أعلن اليوم بأن حكومة الكاظمي فشلت في جعل العراق دولة مواطنة بحسب تعهداتها التي أطلقتها، واتهم المجلس رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي ووزير المالية بتدمير طبقة الموظفين الذين انخفضت قيمة رواتبهم إلى أكثر من 50% بسبب زيادة سعر الصرف وتخبط السوق. وقال بأن الحكومة تستهدف الشرائح الفقيرة وموظفي الدولة وذوي الدخل المحدود، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الموظفين أو المواطنين تحت خط الفقر لأكثر من 53% وازدياد أعداد العاطلين. معنا اتصال عباس من بغداد، تفضل عباس. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ كيف مدوخين عندكم؟ نعم تفضل. شلون؟ والله أحمد الحسن يرماني وسوري إمام المهدي. ماذا أفهم عليك؟ يا ريت نص التلفزيون للأخير. نص التلفزيون للأخير. أنا بسكم أقول لك يعني ضار إمام بعد حجة مالكم. إي. وضح فكرتك أخي عباس. وضح فكرتك. حوت فضوها بعد. داخلين وخاصة لو جال الدين زماني. لور الخوان. عباس شنو رأيك بموضوع تهريب العملة خارج العراق في ظل ارتفاع نسبة الفقر؟ الموضوع أهم من هذا الموضوع. شنو أهم من هذا الموضوع بالله؟ تفضل. حكم الله سبحانه وتعالى بالأرض، ليش ما تطبقون حكم الله سبحانه وتعالى؟ مو جاسم الله هو يمثل حكم الله سبحانه وتعالى. حكم الله سبحانه وتعالى بل على الله سبحانه وتعالى. نعم زين بايعوه تكون احسن عيشه، لا ظلم اكو لا كثير. هذا الناس. الحكومه والمسؤولين يتحملون المسؤوليه. ترى المسؤولين خونه. نعم عباس من بغداد كان معنا، شكرا لك. طبعا سالت حالة من الغضب الشعبي، يعني احنا في ظل ارتفاع نسبة الفقر وفي ظل تعهدات مصطفى الكاظمي السابقة بإيقاف الرواتب المزدوجة، لكن قررت الحكومة ارجاع رواتب رفحاء. هذا القرار يعني اجبر الناس، ويعني كان هناك حالة من الغضب في الشارع العراقي وبأثر رجعي. يعني شو وقت ما توقف من قرار مصطفى الكاظمي بإيقاف رواتب رفحاء يرجع لهم إياه بأثر رجعي. طبعا تتذكرون من طلع مصطفى الكاظمي وقال عندي صديق عنده بنزيخانة وياخذ بالسنة يمكن 2 مليون دولار أرباح، وعده 9 نفرات ياخذ 9 رواتب بالشهر. اليوم رجعها مصطفى الكاظمي، وهذا دليل على أنه ضعيف أمام قوة الأحزاب والميليشيات التي تضغط عليه. عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في العاصمة بغداد عبروا عن استيائهم البالغ إزاء هذا القرار الذي وصفوه بغير القانوني، وأكدوا بأنه يعد هدرا للمال العام ويصب في مصلحة الأحزاب السياسية وميليشياتها. خلونا نشوف عينة من ردود أفعال المواطنين والناشطين والإعلاميين في بغداد حول موضوع استرجاع مصطفى الكاظمي لرواتب الرفحاويين وبأثر رجعي. يستلمون أكثر من راتب بالنسبة للعائلة الواحدة، عائلة من 5 أفراد يستلمون 5 رواتب. يعني لماذا هذا الإصرار؟ فقط لأن الأحزاب السياسية الدينية هؤلاء ينتمون لهم، فهم يؤكدون على هذه الرواتب لكي يحصلوا على نصفها أو 3/4 لكي يمولوا أحزابهم وميليشياتهم. رواتب رفحاء هي بالأساس خطأ، ومن بني على خطأ فهو خطأ.
يعني تمتع بأموال العراقيين خارج العراق، وكانوا يصلون ويجلون في بلدان عالمية في رفاهية تامة، ويأخذون من قوت العراق المسكين الفقير ويصرفون أموال إلى تلك الشريحة. أغلب الذين هم من شاكلة رفحاء هم ينتمون إلى أحزاب سياسية، بل وهناك أحزاب سياسية وقادة كتل دافعت واستماتت من أجل إبقاء هذا القانون ومد الرفحاويين برواتب باهظة وبأثر رجعي كما في السابق. بالنسبة للرفحة هم شنو اللي قدموه بذاك الوقت بال91 حتى نقول هذول يستاهلون؟ يعني الريشي يعني مميز قدموه حتى نقول لا والله عوافى عليهم هاي الفلوس. أول شيء سيارات من كربلاء صيح رفحة رفحة، وناس قامت تصعد وين رايحة تقول يتونسوا رايحين الرفحة. احنا العراقيين يعني ماكو هناك مساواة بالنسبة للرواتب، يعني احنا الموظف 25 سنة يخدم الوطن راتبه 400,000، بينما ابن رفحاء الطفل ماله 1,000,000 دينار. يعني وين العدالة بهذه المسألة؟ وين العدالة بالعراق؟ وين العدالة عند السياسيين؟ انتوا حكمتونا من 2003 ولحد الآن، هذه قوانين ما تفيد المواطن العراقي، المواطن العراقي دائما ذليل، المواطن العراقي دائما ما إلى مكانة بالعراق، تجي هذا أبو رفحاء ما شنو رفحاء؟ أنا أقول هذا فضائي مو رفحاء، الفضائيين نفس الشيء. نعم، شاهدنا هذه العينة من ردود أفعال المواطنين في بغداد. أحمد من ديالة، تفضل أحمد. أحمد تسمعني أحمد؟ ألو. تفضل أحمد. ألو حبيبي، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. الله يسلمك ويخليك. أي أسمعك واضح. نعم هذا أكثر الموضوع. ألو أسمعك. هذا الموضوع مال تهريب، هذا يأثر على اقتصاد العراق. نعم ما تدري يعني يؤثر يعني بشكل سلبي وعلى المواطن، وحسب الاراء الشارع العراقي فعلا يعني هذا يعني اثر رجع يعني استياء، مو بس استياء، غضب شعبي والضغط مال 25 اكتوبر 20 مباركه. يعني لو بس مستمر، لو ما هاي تجي اخوانه مال شني يعني كان يعني 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 انتهوا هذول يعني يعني حرامات والله يعني موجودين بالعقل. إيه فأثرها على الاقتصاد يعني في يعني صعب يعني سلبي. نعم. يعني التهريب هاي عملة وطنية، يعني تسوى مصانع تسوى هاي كل شيء ماكو، الواقع الصحي صفر، التعليم صفر، ناهيك على الزراعة وهم صفر، وحتى الفلاح هجر القاع مالته ونزل بالمدينة. نعم معني؟ أسمعك يعني. يعني يعني مضر بلا نفع، يعني هذا يعني التهريب هاي صعبة، يعني في صعب يعني ما يشتغل، يعني هاي عملة عملتنا عملة الوطنية، يعني ما تشوف الدولار صعد علق، وهاي أثرها على المواطن البسيط يعني الفقرة، والفقر وصل تقريبا تقول لك 27 30 قليل. نعم انا اكثر على الفقره، على المساكين، يعني على الدخل المحدود. نعم بدك تشوفنا عن كاتب، والكاتب حبيب الله يعني يعني ابو يدوب اطلع حقوقهم. نعم اخي احمد من ديالى، كان معنا علي من ميسان. تفضل علي. علي من ميسان تسمعني؟ علي قطع اتصال مع علي من ميسان. طبعا تقرير البنك الدولي قال فيه بأن العراق يحرق فعليا مليارات الدولارات من الإيرادات ممثلة في الغاز المصاحب لإنتاج النفط وتكريره، وأضاف التقرير بأن العراق يحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ومع ذلك فإنه ثاني أكبر دولة تقوم بحرق الغاز في العالم. وأشار إلى أن العراق بينما يحرق هذا الكم الكبير من الغاز فإنه يستورد الطاقة من إيران بما يقرب من 6 مليارات دولار سنويا، وهو ما
يقوض استقلال وأمن الطاقة الوطنيين في البلاد. يعني إذا إحنا نستورد بالسنة تقريبا بس بضائع حوالي 12 مليار من إيران، وياها هاي 6 مطاقة 16 17 18، يعني تقريبا ربع الميزانية رايحة لإيران. هذا عدا تهريب العملة، طبعا عدا تهريب العملة وعدا يعني ما تقوم به ميليشياتها من تزويدها بأمور يعني غير موثقة بأرقام، ولكنها معروفة لجهات سياسية في العراق. على طارئ رفحاء، يعني اليوم احنا عندنا مثلا أكثر من 5 مليون عراقي خارج العراق، يعني باشر عقبة إذا سقط النظام بالعراق، النظام السياسي اللي جابته أمريكا، هم ذول 5 مليون عراقي خارج العراق تعال والله يقول لك احنا نريد رواتب لأن والله احنا تهجرنا. يعني مصيبة، هاي كارثة، كارثة أنه أنت في ظل هذه الأزمة المالية وتطلع أنت رئيس وزراء شكبرك شعرضك وقلت أنه ماكو بعد ازدواج للرواتب، وبعد ماكو أكثر من شخص ياخذ راتبين من عائلة واحدة إذا كانوا مو موظفين، القصد أنه مثلا من رفحاء، ورجع النوب مصطفى الكاظمي وافق على هذا القرار، قرار إعادة رواتبهم، وبأثر رجعي ما قدر يثبت على قرار واحد. معنا اتصال أبو عمر من أبو غريب، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك يا أخي العزيز؟ أهلا وسهلا، يا أهلا بك، حياك الله. العراق بقى في حرس جمهوري لمدة 10 سنوات. هو كل ما أروح أراجعهم ماكو راتب إليك، أنت صدامين اللجنة الأوروبية. هذا الراتب إلك أنت شنو الضابط لو شنو؟ متطوع. ها، متطوع بالحرس. نعم. إيه بس باللجنة الأوروبية ما لسعادة صدامي. عدي الله يرحمه. قالوا راتبي وقالوا لي بعد لك الجيرواتي، بس يعني هل يقارنوني ربحة هم شنو تاريخهم؟ هم كانوا يسوون ربحة وطن. نعم. هذا الموضوع شيرة كبيرة أخذ ثاني. أريد المقاطع مع الصور، ما عندكم تطلعون يسوون يعني صور المعركة حرب إحنا وإيران، نطلعون إياها الجيش العراقي شلون كان، بواتنا شلون كان، أدومان تبينون الهجة للأجيال الجاية. نعم. اي والله، ونسال الله ان يحفظكم ويشفت علينا واكله وماله قوت المواطن العراقي، دمر والانسانيه لجل يتلسون الدول اللي تدعمهم واللي مشجعتهم اللي منطقهم هاي الحريه. ويحفظكم يا رب. شكرا جزيلا ابو عمر من ابو غريب كان معنا. طبعا في سياق الازمات في العراق وفي سياق ارتفاع نسبه الفقر، يعني وزارة التخطيط في حكومة مصطفى الكاظمي قد أكدت يوم الاثنين الماضي ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد إلى 27%، طبعا هو الرقم الرسمي أكثر من 31%، بسبب الزيادة في ارتفاع الأسعار على خلفية إجراءات حكومية عدة لتجاوز الأزمة المالية، من بينها رفع سعر صرف الدولار. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي بأن مؤشرات الفقر وصلت إلى 27% بعد رفع سعر صرف الدولار، وبين في حديث نقلته صحيفة الصباح بأن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9%. وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت منتصف الشهر الماضي بأن نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من الشهر. يعني إذا أخذنا بأرقام وزارة التخطيط، خلال شهر واحد فقط ارتفعت نسبة الفقر 2% لتكون من 25% إلى 27%. معنا اتصال أسماء من بغداد، تفضلي أسماء. أسماء من بغداد، تفضلي. إذا تسمعين تفضلي. أنت ليش طائفين ومن قتلنا؟ شلون بالله عيدي؟ ليش يا رجل؟ ليش الثالث؟ تعقلون شو طائفين انتم؟ شلون بالله طائفين؟ طائفين يا طائفين. منو قتل منو؟ دا نحكي
أختي أسماء. رحت البلد. أسماء أسماء. منو دمر البلد؟ شلون خليت تكون هناك؟ احنا دا نحكي عن نسبة الفقر وعن تهريب العملة، لا تحرفين الموضوع. إيه إيه لا تحرفين الموضوع. انت من جماعة رفحة؟ انت من جماعة رفحة؟ انت من جماعة رفحة؟ حتى نفتهم. حتى نفتهم. منو دمر البلد؟ احنا اللي نحكم البلد لو انتم اللي تحكمون البلد. من اللي يحكم البلد؟ انتم الاحزاب السياسية اللي جابتكم امريكا. انت صايم؟ لا 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 لا، هذا هذا الغلط والتجاوز ما مسموح بيه، عيب عليك. انت امراه، هاي وحده، وفي شهر رمضان، اتقي الله. واذا انت من جماعه رفحاء وكنت عايشه برا ومتنعمه برواتب العراقيين فانت عيب عليك، مو احنا عيب علينا. احنا ما حكمنا العراق بعد العام 2003، احنا منصه اعلاميه بدنا ننقل هموم العراقيين، بدنا ننقل نسبه الفقر، بدنا نتحدث عن نسبه الفقر، بدنا نتحدث عن تهريب العمله، بدنا نتحدث عن حرق الغاز الطبيعي في العراق، عن موارد تروح لإيران. إذا دخن تشتفش على إيران فروحي على على حبايبش في إيران. لا تغلطين والسبين، عيب عليك. أنت امرأة. نعم، بس ها كل من وتربيته وكل من وأخلاقه. أكو اتصال لو نستمر. المتحدث باسم وزارة التخطيط في وقت سابق قال بأن نسبة الفقر تراجعت في مارس آذار نتيجة تخفيف القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، وعادت كثير من النشاطات إلى وضعها الطبيعي، وأكد بأن عدد الفقراء في العراق بحدود 10 ملايين شخص من مجموع 40 مليون عراقي. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بأن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاما يكفيهم، وأوضح بأن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%. وقال ممثل البرنامج في العراق عبد الرحمن ميحاج بأن البرنامج يرصد أسعار المواد الغذائية بما في ذلك متوسط سلة الغذاء التي يبلغ 2100 سعرة حرارية في اليوم، وأوضح بأن 10% من العراقيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام. خليها تسمع أسماء من بغداد. وأن 35% يضطرون إلى شراء الأغذية الرخيصة. معنا اتصال ضياء، تفضل ضياء. ألو. أم سيف من المحمودية، تفضلي أم سيف. أي الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله رمضان كريم عليكم. علينا وعليك إن شاء الله يا رب. الله يسلمك ويخليك. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. أقول أخويا أني عندي رعاية مع الأرامل. نعم. عندي يعني أخذ من عندهم 90 91 يعطوني إياهن. نعم. أي عندي هاي بنتي كانت وياي صرع مزمن، صرع الأكبر السحولة. تتراجع بها علي عباس السعدي دكتور. نعم. أخصائي بالصرع. نعم. وراجع بها رحت بها للرعاية المحمودية، رحت بها للهم ما خليت الوزيرية للعطافية، يقول ما طول عندك راتب مال الرعاية هاي ما ترجع وياك، هذا الراتب كافة عليك. وأنا صاحبة أيتام عندي 4. نعم. ويعني ما خليت واحد، ما خليت مؤسسة ما رحت لها، وهاي هالشوفة ممددة لا حول ولا قوة. وواحدة 91 عندك مولدة، عندك العيشة. نعم. وعندي أنا 4 بنات وعندي أهم عبيدك واحد. أي والله الله يعينكم يا رب. الله يعطيك العافيه. وراتب الرعايه يعني ما حمال. ما ماشي راتب الرعايه ماشي لو لا ما راتب الرعايه بس ما كيف علاج اشتري بالبيت. والله وحق كلام الله، وشاف رمضان ما يعود علينا لبسنا، خاصه على اهل الحمي يعيشونه. نعم. اي والله. وانا عندي عمليه اراجعهم واقول لهم عندي عمليه والله العظيم، وهي صار 4 سنوات علي يتم أجلها بحيث أعيش جاري. نعم. وأنا يعني أنا يعني سقط ولا حول ولا قوة. الله يعينك والله يفرج عنك. خليها تسمع الجهات المسؤولة لأم سيف وللكثير من العراقيين الذين يعانون في هذه الفترة. طبعا سجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في العراق ارتفاعا ملحوظا بعد قرار الحكومة نهاية عام 2020، بعد رفع سعر صرف الدولار من نحو 1200 دينار إلى 1450،
وعلى الرغم من المناشدات الشعبية ومحاولات بعض النواب والسياسيين لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، لأن السلطات وتحديدا وزارة المالية ترفض ذلك وتتمسك بسعر الصرف الجديد، لا سيما بعد تثبيت سعر الصرف الجديد في موازنة العام الحالي. إذا تحدثنا عن ما جاء في يعني تصريح لوزارة الزراعة اليوم، أقرت بعجزها عن ضبط الأسعار في أسواق الفواكه والخضار، وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف بأن الوزارة أصبحت بعد عام 2003 وزارة إرشادية وخدمية فقط، وهي غير مخولة بتحديد أي تسعيرة فيما يخص المحاصيل الزراعية في البلاد، وأكد بأن جميع العلاوي والمجازر تقع تحت سيطرة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد والقطاع الخاص. يعني وزارة الصحة كما قال في إحدى التصريحات الصحفية إلى، وحتى وزير الزراعة مرة قال أصبحت وزارة إرشادية. نعم، أكو اتصال أبو حسن من بابل، تفضل أبو حسن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمر؟ أهلا وسهلا، يا أهلا بك، حياك الله، تفضل. يا ريت تنص، السلام عليكم. نص التلفزيون يا أخي للأخير، نص التلفزيون للأخير. بخير الحمد لله، نص التلفزيون للأخير حتى نسمعك، حتى نفتهم من عندك. على هاي أسماء. إي ماشي، نص التلفزيون للأخير. بس نص التلفزيون للأخير. لا أرد عليها أرجوك، اسمح لي. تفضل. ليش إحنا بناخذونا؟ ليش من اسمح لي؟ ليش بناخذونا؟ من أخذونا إحنا جينا من الكويت وأخذنا الحرس الثوري الإيراني يعذبون بينا، ليش ما يحسبوننا حسبتهم؟ زين؟ هاي المجرمة، هاي الخائنة، هاي مو عراقية، هاي جاسوسة، وانا على الوالد والدي. لا لا لا، بدون تجاوز. لا بدون تجاوز. لا ماله يا جماعة، عيب هذا الكلام، إنه إحنا نرد التجاوز بتجاوز وإساءة، وإحنا في شهر رمضان. ما يصير هذا الكلام، ما يصير. المستفاد خلي لا يتصل، يعني هذا المنبر منبر للعراقيين الفقراء المظلومين المغيبين، هذا المنبر. أما إذا أنت ويا الحكومة، أنت ويا حزب سياسي، أنت مستفاد يا أخي، خليك لا تحكي ولا تسب ولا تغلط، لأن أنتوا السيئات اللي عندكم ما شاء الله تكفيكم وزيادة. فمن يريد الإساءة بإساءة رجاءً. منظمة السلام الهولندية تحدثت اليوم بأن محافظة البصرة وحدها تحرق غازا أكثر من السعودية والصين والهند وكندا. يعني إحنا إذا لو عدنا بعد العام 2003 حكومات متعاقبة وناس لزموا العراق بشكل صحيح، كان وضع العراق اختلف 180 درجة. ولكن مع الأسف يعني هاي في فقط في محافظة البصرة تحرق نفط بقد السعودية والصين والهند وكندا. حذرت المنظمة من أن البصرة ستكون غير صالحة للعيش في السنوات العشر المقبلة، وأشارت إلى أن التلوث النفطي والغازي في العراق لا يقتصر على الجنوب فحسب، فقد تم تسجيل العديد من إصابات ضيق التنفس للعاملين في مصفى القيارة في محافظة نينوى. وأكدت المنظمة بأن العراق يخسر من خلال إحراق الغاز مبالغ تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، فضلا عن تبذير ما يقرب من 2 ملياري دولار في شراء الوقود السائل المشغل لمحطات توليد الكهرباء بسبب شح الغاز في البلاد. طبعا كذلك مدير بيئة المنطقة الجنوبية في العراق وليد الموسوي حذر من التلوث على هواء ومياه وتربة محافظة البصرة بسبب الغازات السامة المصاحبة للاستخراجات النفطية. وأوضح الموسوي بأن السحب الدخانية الكثيفة تؤثر بشكل سلبي على صحة السكان وتؤثر على جودة التربة والمحاصيل الزراعية، وبين بأن العراق يعد البلد الثاني عالميا بعد روسيا من ناحية هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام، ما يؤثر بشكل خطير على العراق من الناحية الاقتصادية والبيئية على حد سواء. معنا اتصال أبو ضياء من العمارة، تفضل أبو ضياء. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. قواهم الله يسلمك، إن شاء الله على الاستقبالات وعلى الشرح وعلى الاتصالات هذه.
الله يسلمك ويخليك، تفضل عيني. والله على الدنيا هاي. نعم. وعلى المقامات اللي تأتون بها أنتم اللي تستقبلون بها المتصلين على هذا العراق اللي هو ضاع من زمان مو هسه. ضاع من زمان. مع الأسف. بس عايزين نبرر به اللي موجودات. نعم. ولا هو الشعب العراقي الحمد لله والشكر. يعني على الساحل يعني مال جبال قاعد نتسلق عليه. واللي يقدر عليه يصعد لا يصعد لا يوصل بهذا، واللي ما يقدر عليه الحمد لله والشكر يرجع يوقع على راسه. راس الخلق. احنا ماكو حد اللي حد الان ماكو سمعت من حاكم. نعم. عادل ولا حاكم الحمد لله والشكر، كل واحد مستنبطاته. نعم. الو. نعم ابو ضياء، ابو ضياء هذا الموضوع موضوع الفساد، يعني هذا الموضوع ما يخلص وبكل جوانبه، تهريب عملة، ميزانيه، من كل جوانب، من كل جوانب ما تقدر تعدها، يعني المنافذ، تهريب يعني هي عمله، تهريب على قول الامام علي سلام الله عليه، قول الامام علي لما قالها وهي مبدئيه يعني ومرجعيه وعلميه والى منتهى لا محاله له الى يوم الساعه، هي الساعه ان شاء الله قريبه. يعني قال ملأت قلبي قيحا يا اهل العراق، يعني خلانا بيبان مفتوحه. خلانا بيبان مفتوحه للقيادي، للملوك، للشيوخ، للاك، يعني حتى الشيوخ ما شاء الله مع مين. خلاها مفتوحه عسى انه نتغير ونتقرب على علي. نعم. الله المعين. أنا أسمعك أبو ضياء. نعم. أحمد الله ونشكره. الحمد لله على كل حال. إحنا ناس بقنا ينجي يعني ينجي نتلب به. يعني هذا يركب، كل واحد يركب على ما هو فيه. بهاي الحياة. نعم. بس مع الأسف يا شعب العراق ما استوعب أموره ولا ارتد، كل واحد يركب مصلحته الخاصة. نعم. ولكن أنتم قاعد تطلعون الخطية والحمد لله وشكر قنواته هواي ومعالجات، كل واحد إلى ما هو في حسابه. نعم. أكو من يريد يوصلها، أكو يريد من يتقرب عليها، أكو من يريد يشرحها للناس خطية هاي المظلومة، بس ماكو ملجأ ماكو. نعم. وماكو حاكم عراقي صحيح لحد الآن. هذول الموجودات هسه حاليا مثل ما يقول حكومتها هسه حاليا نحمده ونشكره، كل واحد مستقل على ما هو فيه على كرسيه والحمد لله والشكر. نعم. ويستوجب بما يجي من الكلام. نعم. أنا أشكرك أبو ضياء من الإعمار كان معنا. أبو عمر من كركوك، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخي؟ يا أهلا بك. الله يسلمك ويخليك. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ هذه القناة الشريفة. يحفظكم يا رب. قناة الشيخ حارث الضاري أسد العراق. الله يسلمك. أخي العزيز، بالنسبة للرواتب رفحة. نعم. اسمعني. نعم أسمعك. هذولا يعني مجرد شلون تقول سووا غوغاء وهسه تغرفهم كلهم سياسيين ياخذون هذه الرواتب. زين هذا الشعب اللي المقرود اللي طلع بهالمظاهرات هذه ونصه وانجرح. نعم. النص زين باتوا عقبوا من تحتهم يعتبرهم سياسيين. هم هسه ما منطينهم حقوق، هسه عم دمرينهم. نعم. هذول كلهم ميليشيات ايرانيه، ثق بالله، ميليشيات ايرانيه، احزاب خارجه عن القانون وهي اللي قالبه ظهرهم وساندينهم. زين هو عيب علي رئيس الوزراء ها يطلع بهالصفه هذه، هو نفسه يدين هذا، هو نفسه يعني هو 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 هو, هو ما عرفت اقول لك، يعني هذا عيب علي رئيس الوزراء يطلع بهالاسلوب هذه، دمر الأمة، يعني سوى تفرقة. زين ماكو داعي أنه يسوون هالشكل، والعالم ميت من الجوع، عندنا جهال، إذا يتغدون ما يتعشون، يتغدون ما يتعشون. زين وإذا تعشوا ما يحصلون أنت ريوق الصبح. راتب ماكو، كل شيء ماكو، مواد ماكو، دنيا ماكو. أدري هذا العراق وين هذي برا، خلي يحسون على نفسهم العراقيين، خلي يقومون قوم يتخطون هذه الحكومة البائسة، هذه الحكومة العميلة الطاغية، الخونة بمعنى الكلمة، خونة يعني هم خونة، كلهم ذيولة في إيران جايين من قادي علينا. فأسأل الله أن يحفظكم
وأسأل الله أن يسدد، وأسأل الله ينعل كل من يجي بطاريكم بالموزيم. الله يسلمك أبو عمر من كركوك، رمضان الكريم علينا وعليكم يا رب. شكرا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.